رسول الله يا غالي ياللي بسهر لك ليالي يا رسول الله يا غالي ياللي بسهر لك ليالي نفسي ازورك ياللي نورك انا نفسي ازورك ياللي نورك كل عشاق ابتلالي رسول الله يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على الرسل الكرام تقدم يا سيد السادات يا باب الحمى يا من على الرسل الكرام تقدم عليك صلى ذو الجلال وسلم عليك صلى ذو الجلال وسلم ودعاك مأمونا على وحي السماء يا من به كل البقاع تشرفت وتزينت بظهوره وتزخرفت يا من به كل البقاع تشرفت وتزينت بظهوره وتزخرفت وبحبه مهج القلوب تألفت بحبه مهج القلوب تألفت والكون تم بنوره وتنظم نفسي زورك ياللي نورك نفسي زورك ياللي نورك كل عشاق ابتلالي يا رسول الله يا غالي
في رجب ولحمله ظهرت عجائب من عجب حملت به الأم الكريمة في رجب ولحمله ظهرت عجائب من عجب نالت بحمل المصطفى أعلى الرتب بين الورى ولها السرور قد انتمى لما استهل ولاح نور جماله غمر الورى من فيض بحر نواله لما استهل ولاح نور جماله غمر الورى من فيض بحر نواله فتحت لنا بطلوع شمس نواله بالعفو والرضوان أبواب الحمى نفس زورك يلي نورك نفس زورك يلي نورك كل عشاق تلالي يا رسول الله يا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته كل عام وحضراتكم بخير أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركات وفي بداية هذه الليلة الكريمة المباركة من هذا الشهر الكريم المبارك أدعو الله عز وجل أن يبارك في هذا الزواج وأن يجعله زواجا ميمونا مباركا موفقا وبالرفاء والبنين وأن يبارك في العروسين وأن يرزقهما الذرية الصالحة وأن يجمع بينهما برباط المودة والرحمة إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير كما أدعوه أيضا أن يجعلنا وإياكم من المقبولين الموفقين بسر حضرة النبي وسر الفاتحة باشمهندس ألف مبروك يا حبيبي خمس دقايق كده بس وهنهيصك أنت وحبايبك بحمد الإله واحد ملوش تاني وصلي على المصطفى أبو نور رباني أبدأ بحمد الإله واحد ملوش تاني وصلي على المصطفى أبو نور رباني وأقول وعطر بمدحو قلبي ولساني لما دعوني حبيبي لما دعوني حبيبي لما دعوني حبيبي لما دعاني الحق عبد الله
قلت جاي وما فيش كلام تاني. لما دعاني ابو العريس انا قلت جاي وما فيش كلام تاني، لاني متربي حبيبي متربي حبيبي، واجرها وحشاني وانا بدعو رب العباد، انا بدعو رب العباد الحفل ده يزور طابة حتى اللي زار النبي يرجع يزور سعد الليل. يا ليلة جميلة ويسعد الليل، الليلة الليلة يا ليلة جميلة ويسعد الليلة، ليلة الحنة الليلة هنمدح رسول الله. يا ليلة الافراح من عشاء الصباح، يا ليلة الافراح من عشاء الصباح، غني يا مداح غني يا مداح وامدح رسول الله. الليلة دي نور على نور والكاس علينا يدور، الليلة دي نور على نور والكاس علينا يدور. يا أيها الجمهور يا أيها الجمهور معانا وحد الله، صلوا عليه صلوا ببركاته تملوا، صلوا عليه صلوا ببركاته تملوا. يا ناس عالنبي صلوا حبيبنا رسول الله، كله معايا هنا يصلي، خلوا الشيطان عنا يولي، كله معايا هنا يصلي، خلوا الشيطان عنا يولي. الليلة حلوة فيها تجلي، الليلة حلوة فيها تجلي، محلى الصلاة على طه الزين. الليلة دي ليلة الحنة عطروها ملايكة من الجنة، الليلة دي ليلة الحنة عطروها ملايكة من الجنة، وعربي ايه جل لغنى، عربي ايه جل لغنى، ومدح نبينا رسول الله. دلوني يا ناس عالجنة مفتاح اجيبه منين، دلوني يا ناس عالجنة مفتاح اجيبه منين، قالوا لي مفتاح الجنة موجود
ما بين اتنين عمرك ما تخش الجنة إلا برضا الوالدين. جنوني انا اسعى الجنة مفتاحها اجيبه منين، جنوني انا اسعى الجنة مفتاحها اجيبه منين، قالوا لي مفتاح الجنة موجود ما بين اتنين عمرك ما تخش الجنة الا برضا الوالدين. أمك وأبوك شيلهم عالراس ويجوا العيد، لو قد صوابعك شمعة ومرات ماتي وفي الدين، أمك وأبوك شيلهم عالراس ويجوا العيد، لو قد صوابعك شمعة ومرات ماتي وفي الدين، ولا يمكن تدخل جنة إلا برضا اللهم
وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. انه حاج ممدوح انت معلم السفر شرف يا مولانا يا شيخ ممدوح. بس على سعادة المستشار والنبي ومن عندك الفرح منورين ومن عندكم الفرح جميعا. صلاة الله يا ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال إمام المرسلين ومنتقاه سراج العالمين بلا محال إمام المرسلين ومنتقاه سراج العالمين بلا محال له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلالي. له وجه جميل لو تراه ترى قمرا منيرا في العلال له قدم إلى الطاعات يسعى به ويقوم في داج الليالي وقلب ليس يغفل في منامه وفي التسبيح دوما في انشغال قلب ليس يغفل في منامه وفي التسبيح دوما في انشغال. حبيبي طبيبي طميني شفيعي حبيبي طبيبي طميني شفيعي حبيبي جل من سواك حقا ولم يخلق مثيلك في وفوق المرسلين رفعت قدرا حويت الفخر والرتب العوالي وحبك يا حبيبي فرض عين وقلبي فيك مشغول وبال انا العبد الذليل وانت كامل انا في العالمين سواك مال اكن عونا لنا يا مصطفى وغوثا في المهمات الثقال عليك صلاة ربي كل وقت مع التسليم في كل المكان. صلي على رسول الله. اللهم صلي على بدر التمام
مصباح الظلام ورسول الله الملك العليم العلام، خير من صلى وصام وقام بالليل والكل نيام، حتى تورمت منه الأقدام، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها السادة الحضور الكرام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، وما أنا لحضراتكم إلا دائما خدام. في هذه الليلة المباركة وبدعوة مباركة من الحاج عبد الظاهر والد العريس، حضرنا إلى ميت ربيعة لنحتفل معه بهذا الزواج السعيد، ونسمعكم أحلى الكلام بمدح المصطفى عليه الصلاة وعليه السلام. والحمد لله الذي جمعنا بعد مرور الليالي والشهور والأيام لنسهر سويا في ليلة دينية يملأها الحب ويملأها الاحترام ويحنيها مدح المصطفى عليه الصلاة وعليه السلام. والرسول صلى الله عليه وسلم قال بخصوص العريس: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقال بخصوص العروس: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وأما بخصوص الاحتفالات والأفراح والليالي الملاح، وكل واحد في فرحه بيجيب امته، كل واحد في فرحه بيجيب امته، فحضرة النبي قال: من استنى سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة، ومن استنى سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة. والحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وما دام انت ممكن تفرح نفسك بالحلال، ليه تفرح بالحرام؟ فادعو الله العلي القدير رب العرش العظيم ان يبارك في هذا الزواج، وان يجعله زواجا ميمونا مباركا موفقا وبالوفاء والبنين. اسمع معايا، شوف عربي هيقول ايه وعاشق جمال النبي يصلي عليه. مهندس احمد، والوقت وقت سعيد، واللي بيمدح في طه عربي عبد الحميد. شكرا حاج عبد الله. دور حبيبي الليلة، الليلة حنت عريسنا البشمهندس احمد، والوقت وقت سعيد، واللي بيمدح في طه عربي عبد الحميد.
سهرنا يا رب الليلة وحافظ على المواعيد واعلم تمام يا اخي اعلم تمام يا اخي انت واقف ما بين رقيب وعتيد واللي معه ربنا رسماله دائما سوى الحرمين يا مصطفى يا مصطفى يا منور المروة والصفا وإذا صفا زماني أنا كسبان أشوف الحرم يا رب يا رب أشوف الحرم يا رب أشوف الحرم وأدخل البيت على الأدب وأقول نعم أنا طالب الغفران يوم الهنا يوم الهنا من عرفة ننزل على منى وفي يدنا
نشوف منا ونطوف على الأركان. ويا مرحبا يا مرحبا بمطربيع المؤدبة لنا طيبة فيها الكرام حاضرين. ومتربيعة حبايب عربي أبو فرج من أيام والدي والحاج يحيى كمان. طول عمرنا طول عمرنا واحنا حبايب مع بعضنا وبيننا محبة ويا إيمان. لما دعاني لما دعاني الحاج عبد الظاهر المحترم انشرح بالي وانا قلت عال قدمين. حتى عبد الظاهر زواج مبارك يا محترم الف مبروك وبالرفاقي والبنين. عقبال مجيلك عقبال مجيلك في عوض يجيله يا محترم وتذبح لنا اجل او خروفين. ولا اجي واغني ويمدحنا بينا المصطفى واقول من فني وسمع الحاضرين الحبيب الغالي الشيخ ممدوح جود المحترم قارئ القرآن في الجمهوريه كمان. المستشار المستشار بشير شرفتنا اسعدتنا اقبل حباك الفرح. ومن البحيرة واهل الظهرية شرفوا الاستاذ محمود الماحي جليل. الربع مايا الربع مايا حبايب عربي شرفوا والباشا سالم الشبابي كمان. والباش مهندس محمد واصل تحيتي وسيادة اللواء عبد الفتاح وهدان. وكفر جمعة وكفر جمعة والحج مجدي عبد المنعم والحج محمود مرحبا ومرحبتين. سيدي ابو عبيدة سيدي ابو عبيدة قيمة ربيعة يا بطل والشمعة قايدة
حرم روحاتي وقلعوا كاشا وقلعوا كاشا اهل القرقرة الليلة شرفوا وقال جويش مرحب وما رحبتين والبش مهندس السيد شحنة المحترم في الصوت مهندس وبيسمع الفنان والحاج احمد حبيبي الغالي الحاج احمد ابو دياب اسم الدولاب الله عليكم الله وعمان العريس الاخ ابراهيم والاخ محمود اهلا وسهلا مرحب ومرحبتين والليلة جميلة الليلة جميلة واللي حضرها طه المصطفى دي احلى ليلة ما دمت لينا سامعين يا ابو صلاح يا ابو صلاح يا مشرف عربي وفرقته وقبل محمد وبرضه قبل صلاح انعم واكرم الحاج صلاح وهدان وصحبته الربعمية حبايبي دول غاليين صلوا على النبي صلوا صلوا على النبي صلوا صلوا على النبي واسمع إلى مديح النبي وصلاة النبي تريح العاشقين تحية عشان ليبيا واللي حضروا من ليبيا والسعودية واللي حضروا من السعودية وعقبال عندهم الفرح ونجملهم في الأفراح والمسرات إن شاء الله. اللهم صل على الحبيب الشفيع الذي جاءنا بالعدل والتشريع عبد الظاهر الصغير هو بالك عبد الايام لي مساء الخير الحاج سيد ابو عوض الله الحاج زياد اللي عايز يحيي حد يكتب ورقه ويجيبه واحنا نمسي عليه كفر جمعه وادب كفر جمعه ورجال كفر جمعه اللي شرفوا ونوروا وقبل عندكم الفرح الايام دي وخصوصا الشهر اللي جاي ده اهو هتلاقي بقى كل واحد ايه عمال يفتن واحنا دلوقتي شطار بالفتوى رغم ان ايام الامام مالك ما كان عايش في المدينه كان في مشايخ غيره كتير فلما كان الناس يذهبون اليهم يستفتونهم في امور دينهم تحية عشان عمدة برامكين ديار بنجم العمدة راجع بدين والعمدة فكرة طوخي عمدة الجديبة والعمدة عبد المجيد عثمان عمدة اسوان اللي شرف ونور ونجمله في المسرات وقبل عبد الفرح
بيهنوا الحاج عبد الظاهر والحاج عبد الظاهر بيمس عليهم ويقول لهم شرفتونا ونورتونا ونجللكم في الافراح والمسرات ان شاء الله. فكل واحد اول ما يتكلم ويفتي يفتي او يفتي بغير علم يقول لك مدح النبي حرام والاحتفال بمولده حرام واولياء الله ما انزل الله بهم من سلطان اقول لهم انتم خاطئون والى معاني القرآن لا تفهمون. بخصوص مدح النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم بيقولوا مدح النبي حرام, انتوا عارفين اول من مدح حضرة النبي مين؟ كل التحية للحاج محمود العدوي الاخ المحترم سامي ابو الجدايد ومحمود بكر كفر جمعة ورجال كفر جمعة اللي شرفوا ونوروا عقبال عندهم الفرح جميعا ان شاء الله. اول مادح لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو المولى عز وجل مدح النبي عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات. يجي واحد فيهم على قد يقول ازاي ربنا مدح النبي؟ الم تقرأ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. واما بخصوص احتفالنا بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فان كانت بدعة فنعم البدعة, ولا بد ان تعلم يا هذا ان البدع في العبادات وليست في العادات, البدع في العبادات وليست في العادات. واحتفلنا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم عادة وليست عبادة. وحضرة النبي قال من فرح بنا فرحنا به, ولما احنا ما نحتفلش بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم مين اللي يحتفل بيه؟ والجماعة اللي بينكروا آل البيت ويقولوا ما فيش ولا سيدنا الحسين ولا السيدة زين, الله 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 الله. طب امال احنا بنصلي مش بنقول في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ من هم آل محمد ومن هم آل إبراهيم؟ هم آل بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم, بهم نقتدي وعلى يديهم نهتدي. اسمع معايا شوف عربي قال لهم ايه وعاشق جمال النبي صلي عليه. بالعشاء
شو عليها الورق ابو 150. شكرا. قالوا الموالد بدع، انا قلت اللي قال كده مين؟ قالوا لي ناس فاضيه وبتحارب الصالحين. لو قلنا جنيه للمولد يقولوا مش دافعين. وان جت في البلد رقاصة يدوها بالعشرين ويرشوا عليك الورق ابو 150. واشمعنى بس الموالي؟ اشمعنى بس الموالي؟ اشمعنى بس الموالي؟ عليها معترضين، هاتولي دليل هاتولي دليل هاتولي دليل واحد يحرم زيارة الصالحين. والدنيا حلفت يمين، ما تنصي في الظالمين ولا اللي قتل الحرام وبيمشي ورا النساوي ولا اللي يشرم ابوه وماشي سيف الدين يا ماشي ورا الغوازي الاخرى Thank you.
محمود مجرد حلوين من يوم ما والله وقلوبنا كويس وبقدم احلى فرحة معاني النساء حلوين من يوم ما والله وقلوبنا كويس وبقدم احلى فرحة معاني النساء ليل طول شوية عالناس الحلوة دي يا ليل طول شوية من ربيع بلي عليا الغالي 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 علينا غالي ولا عمر عيب يسأل مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم كل التحية وكل التقدير للحاج محمد الفواخري ليبيا ورجال ليبيا والباشمهندس محمد الريان والريس صلاح الطبلاوي بيهنوا الحاج عبد الظاهر ويقولوا له ألف مبروك وربنا يتمنى بالفرح كتير مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى 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 بلغ مقاصدنا والطف بنا يا ربنا يا واسع فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله